كابتن عبد الجليل، لما بقعد افكر بحس انه التشكيله هتبقى نفس التشكيله بتاعت فيتوريا، يعني رغم ان القايمه فيها لعيبه كتير جديده، بس مش معقول مش هيبدا مثلا بمنعم وحجازي سردباكين مثلا، مش معقول ما هيبقى حد غير هاني مثلا، اكيد حد غير محمد حمدي مستحيل ناحيه الشمال لما يكون حمدي وشكري، مستحيل يبقى امام مش موجود في نص الملعب، مروان في نص الملعب ولا حمدي فتحي في نص الملعب، ادي ثلاثه، ومستحيل ما يبقاش ناحيه اليمين مصطفى فتحي في غياب صلاح، ايوه، وهو مصطفى محمد فرود، ايوه، وتريزيجيه ناحيه الشمال، ما هو ده نفس طبعا نفس التشكيل. طيب طب ما مش ده تشكيل فيتوريا؟ طبعا لا مش تشكيل فيتوريا، ده تشكيل منتخب مصر. حلو، لا تشكيل فيتوريا، عشان برضه فيتوريا الناس كانوا بيقولوا بيجيب مين بقى غير مين بقى اللي جاب تاني، ما هو دي لعبتك. لكن هو هيبان بقى تأثير كابتن حسام فنيا بقى. هل بقى ده بقى هتختلف فنيا، هتختلف طريقه اللعب، هيختلف حماس وطموح اللعيبه، يعني ايه اللي هيعمله كابتن حسام حسن مختلف عن فيتوريا؟ يعني اذا كان معظم اللعيب في لعيبه جديده انضمت، بس اللي يمكن يبقوا اساسيين يعني هيبقوا يعني تجهيز لحد هيخش ويظهر معاك واحد او اتنين يكمل معاك في البطوله دي، يعني ممكن تلاقي بيكهام بيكمل معاك، ممكن تلاقي مثلا احمد عاطف بيخش معاك، ممكن تلاقي الله اعلم مين، ممكن. انما السؤال حسام ايه اللي هيفرق كابتن حسام عن مستر بيتوريا؟ مدرب جديد، نيجي مره واحد، المدرب الجديد دايما بيبقى ليه عايز كل واحد يظهر كويس قوي، حتى لو هو اكبر واحد في الفرقه او احسن واحد في الفرقه، ده عامل كويس. نمره اتنين، اللعيب من جواه عارف ان هو لو تخاذل شويه مع واحد من شخصيه حسام حسن انا هقعد وممكن يلعب اي حد، ما هو انت برضو بتشوف المدير الفني اللي قدامك ده شخصيته ايه. نمره ثلاثه، حته الكره الهجوميه او حته القلب او حته اللي هي اللي كان مميز بيها نمره واحد حسام حسن، وكان بيزعل لما بنقول هو روح روح، فكان دايما يقول لي انا مش روح بس، صح؟ الاول كانت الفايتر عنده في الفرق اللي بيمسكها، ابتدت الفنيات تخش تطغى على الحته دي، فدي جنب دي كانت بتساعده. فهي الثلاث حاجات دي يا استاذ محمد هيفرق مع اللعيبه، وبيبان في الماتش يا استاذ خضري ان اللعيب من الاول بيبقى فايق عايز يعمل حاجه، ولا متراخي، ولا قلقان من المدرب، ولا بيحب المدرب، ما هو الحاجات دي كلها بتبقى كيمياء مع بعض كلها. صحيح صحيح. انت ليك تعليق؟ طبعا، انا دي البدايه لحسام حسن، لازم الجمهور يعرف ان دي بدايه مش نهايه. يعني الناس ما تبقاش قاعده تقول لي اصل حسام حسن ما هو عمل ايه، ما هو اللي زي فيتوريا هو اللي عمله، لا انت الراجل من حقه يجرب، من حقه يلعب فلان ما يلعبش فلان، يعني الناس ما تحكمش على حسام حسن من ماتش نيوزيلندا من اول ماتش طبعا. وهو حسام حسن لازم يبقى فاهم ده من جواه، ما يبقاش دي موتراه، ما انت برضو انت كمدرب الانطباع بيتاخد من اول ماتش، احنا كمصريين هنا هياخدوا الانطباع من اول ماتش، فحسام حسن من حقه يجرب ويجيب ده ويشيل ده ويرجع ده ويحط حاجه غريبه في التشكيل ويبدل تبديلات. لكن هو اللي هيفرق عن فيتوريا طبعا، اكيد هيفرق طبعا، قصه الروح بس دي ما بقتش تمشي في الكوره، الكوره بقت علم وفن ودراسه وحاجات كتير قوي قوي، لكن اللي بيصقل ده كله معاها الروح طبعا، الروح ده اللي هيفرقه، لكن الروح طبعا